الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين الله سمع الله لمن حمده الله 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 أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق قيل الحمد لله رب العالمين. الله سمع الله لمن حمده. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة منهم برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير سمع الله لمن حمده
الله أكبر. الله 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 أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، وما يتذكر إلا من درجات بالعرش. ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم التلاق يوم هم بارزون، لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة
خالد في فين؟ آه خلاص ماشي. في ترسل؟ ترسل؟ طب ادعى كل الناس عندك، بلغ الإخوة وروحوا عندك. ولا ترسل مع برضه تنسيت بس. السلام عليكم. سدان بليز. سدان. سدان. مش مكرفون كل يسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياكم ليلة القدر، وأن يرزقنا الثواب على أجرها والدعاء على بركتها وهداها، وأن يجعلنا فيها من المقبولين، اللهم آمين رب العالمين. اليوم يا إخوة إحنا قررنا الركعة الأولى الثانية من سورة الزمر. نسأل الله أن نكون من جملة المؤمنين. وقرأنا الركعة الثالثة والرابعة من سورة الغافر، هي اسمها سورة المؤمن. وسورة المؤمن، سورة الغافر اسمها سورة المؤمن نسبة إلى مؤمن آل فرعون. في واحد من عائلة فرعون أسلم، آمن بسيدنا موسى، وكان بيكثر إيمانه، يعني الإيمان بتاعه كان سر، حتى ربنا ذكره في القرآن وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيه؟ ربنا عمل له صور اسمه، ربنا قال له لأنك كتمت إيمانك وأخفيته عن الناس لفترة معينة، أظهر الله هذا الإيمان وعرفه للبشرية كلها من بعد موسى إلى قيام الساعة. كل العالم يعرفه من آل فرعون، وعمل له صورة في القرآن بإيه؟ باسمه. الكلام ده كلام كبير، زي ما عندنا سورة اسمها سورة إبراهيم، وسورة اسمها سورة يوسف، وسورة اسمها سورة يونس، سورة اسمها سورة المؤمن. المؤمن هو مين؟ مؤمن آل فرعون. اسمه إيه؟ مش مشكلة اسمه إيه؟ نحن لا نعرف اسمه، كفى أن الله يعرفه. ودي حتة مهمة جدا، ما يشغلكش مين يعرفك ومين ما يعرفكش، اللي يشغلك ربنا يعرفك ولا لا. في ناس بتحب الاستشارة، تحب اللي يبقى ظهري يعني بالشكل، وفي ناس وسط الناس مش معروفين، لو جه صلى ما جاش صلى محدش عارفه. في واحد لما يجي يصلي لازم يعرف قدام يبان كده الناس تشوفه يعمل ايه في الشارع. لازم النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى عليه، أحب عباد الله إلى الله مين؟ الأتقياء. الأخفياء، الأخفياء الذين إذا حضروا لم يرى. أنت ما صليتش معنا امبارح يا أستاذ فلان؟ يقول لنا صليت يا عم، ما شفتكش، ما بنصلي ورا وصليت ومشينا، ما عملتش دوشه كده وبتاع الناس كلها عرفت. لا مش بروش الموضوع ده. الأقوياء، الأقوياء الذين إذا حضروا إيه؟ لم يعرفوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا، تسد بهم الصدور لجل المواقف، وتتقى بهم الشبهات. لما تكون في مشكلة في الدين ومنقول يموت أحدهم وحاجته في صدره لم يقضيها بعد، يعني ما خدش، ما شبعش من الدنيا، ما خدش خيرات الدنيا كلها. يموت أحدهم وحاجته فين؟ في صدره لم يقضيها بعد. شوف الحلاوة، يقضيها الله له يوم القيامة في الجنة. ربنا يجعلنا منهم إن شاء الله. طب مش دلوقتي الناس تعرف ولا ما تعرفش القصة على الناس؟ خليك كده لفصل الإيه؟ فصل الصالحين إن شاء الله. من هؤلاء الأتقياء الأخفياء مؤمنين، مؤمن آل فرعون، اللي احنا ان شاء الله هنقرأ الآيات بتاعته في الركعتين الثالثة والرابعة
أو في الخمسة والستة والسبعة والثامنة إن شاء الله. لو بركات الطويل هنقرأ منها لك العام. بس حبيت نعمل إيه؟ تعرف بسيط بطل. هو ابن عم فرد من العيلة. من العيلة الحاكمة أو العيلة المالكة. وبعد ما سمع الكلام بتاع سيدنا موسى ربنا شرح صدره الحسية. واطمأن للقرآن للتوراة. وعجب من ديانة سيدنا موسى. ما كانش عنده استطاعة انه يعمل اسلام. لان فرعون كان بيقتل. ما فيش هزار عن الخوارج. فرعون قال فرعون ذروني هتسمع ايه بعد شوية مش عم بسمعها كلام. ذروني اقتل موسى. وليد عمر. ومعنى ان فرعون يقول لك ذروني اقتل موسى يعني سيبوني على موسى. وعلى فكرة ما دام قلت سيبوني تعرف انه ضعيف. لانه لو كان يقدر يقتله كان قتل. فهمت حد مسكت؟ ذروني اقتل موسى. وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم. خذ بالك فرعون. فرعون خايف على الناس من مين؟ من موسى. اني اخاف ان يبدل دينكم. السلام على الاخلاص. او ان يظلم في الارض الفساد. قال فرعون ما بيفسدش في الارض ولا حاجه. فرعون ده راجل محترم ولا طيب. القصه دي عاوزه انا شرحتها حوالي خمس ست خطط. لكن انا عاوز انقص المعنى ونشرحها ان شاء الله ان شاء الله بعد رمضان نعمل لها سلسله خطط ان شاء الله. لكن انا بديك الفكره عشان انت تسمع الصلاه تعيش معايا المعنى. فرعون تجبر وطابق ما عجبوش كلام سيدنا موسى وقال موسى اني عزت بربي. يعني قلنا فرعون الله بيني وبينك انا مش عندك. ربنا هو اللي دفع عني اني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يكون بيوم الحساب. في اللحظه دي مؤمن ابي فرعون اللي بيكتم ايمانه حس ان هناك خطر على الاسلام. خطر على نبي الاسلام هو موسى. في هذه اللحظه انا ما بدهاش. انا لازم نطلع ونحاول نامر بالمعروف وننهى عن المنكر بس بايه؟ بحكمه. مش تطلع كده بغشم لا بحكمه. عمل ايه؟ في اللحظه دي دخل وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم ايمانه. كان فرعون ابن عمه وكان هو مستشاره الخاص في القصر. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ شوف أسلوب الزكاة. بقولش أنا ماشي أنا مسلم. يا فرعون تموته ليه؟ هو يقول ربي الله. إن يكن صادقا إن يكن كاذبا فعليه كذب. يعني لو كذاب الكذب بتاعه على مين؟ على نفسه. وإن يكن صادقا والله نستفيد كلنا منه. نمشي وراه. نشوف الرب بتاعه ده شكله إيه؟ وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. وبدأ يفهم فرعون كلهم يا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. ده المؤمن بيكلم فرعون بيقول له خلي بالك. فرعون الحاشية بتاعته خلي بالكم الراجل ده شكله راجل طيب وبتاع ربنا. أنا خايف عليكم تعملوا مع الراجل ده مشكلة يحصل معاكم مع الأحزاب. الأحزاب يعني إيه؟ قوم نوح وثمود وهود ولوط والسابقة يعني هم قارئين التاريخ. قال له خلي بالكم إحنا لو الراجل ده طلع نبي يبقى ربنا هيعمل فيكم زي ما عمل في مين؟ في الامم السابقه. اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعد. خلي بالكم ويا قومي اني اخاف عليكم يوم التناه. انا اخاف عليكم يوم القيامه. لسه ما قالش ان انا مسلم. يقول فرعون ده في يوم قيامه انا خايف على نفسي وعليه. ما قالوش انا مسلم. وبدا يذكرهم بقصه سيدنا يوسف. وش يعني يوسف؟ شوف الراجل ذكي ازاي؟ لأن سيدنا موسى بعث فين؟ في مصر، وسيدنا يوسف كان فين؟ كان في مصر، فما قالهمش نبي تاني، قال لهم يوسف، فاكرين يوسف؟ لما اخواته رموه في البير في الجب، وبعدين امرأة العزيز رموه في السجن، في الآخر ربنا عمل إيه؟ نصروا عليهم كلهم، أوعوا تعملوا في موسى حاجة حتى يكون زي مين؟ زي يوسف، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، فرعون لما سمع الكلام ده قال لا، الكلام ده كلام مش مظبوط. وقال لهم ايه؟ قال فرعون يا هامان ابني لي صرحا. يا هامان ابني لي درج عالي سلم عالي. عشان ايه؟ انا عاوز نطلع للسماء نشوف الرب بتاع موسى. ابني لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى. مش قريب المجنون؟ واني لاظنه كاذبا. بيقول انا واثق ان موسى كذاب واعملوا لي سلم وانا نطلع. فرعون مجنون انه طلب هذا المطلب. لكن اللي اشد جنون منه مين؟ لان همان بنى له
ساعة عن السلم. يعني هو فرعون مجنون عشان طلب الملل وايه؟ عاوز اللي أشد جنونه هناه. فبناله ايه؟ بناله ولذلك يقولوا في المثل عندنا المصري قال الفرعون مين فرعانك؟ أنا ما لقيتش حد ايه؟ يصدني. مين اللي خلاك فرعون؟ ما حدش نطق كل ده. المهم بناله السلم بتاعه كلام فاضي. في هذه اللحظة بدأ فرعون يخطط لقتل موسى. هيقتل موسى أنا يقتل موسى. في اللحظة دي مؤمن آل فرعون شاف إن كتمان الإيمان ما عادش ينفع. ما عادش ينفع غير إيه؟ إعلان الإيمان. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. شوف التعبير الأول. في الأول ما تقتلوش الراجل، أتقتلون رجلا الله يسهل له، أنا خايف عليكم بالعذاب، كلام كله بعيد بعيد. لما الموضوع دخل في الجد وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني، وانت أنا تبعك، تبعوني أهديكم سبيل. بقول لك علماء السيرة الرجل اللي أمون آل فرعون قال لفرعون من الآخر لو قتلت موسى فأنا مكان مين؟ مكان مين؟ مكان موسى. قال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. وبدأ ينصحهم الراجل يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. شوف الراجل ينصح ازاي؟ وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. مين يقول الكلام ده؟ مؤمن آل فرعون. الرجل بقى داعية، هو سمع من موسى شوف كلام صغيرين ما سمعش قصص كتير. من الاخ بيقول لي والله شوف معلش احنا في امريكا ولا الاخت تقول بص احنا ما بنسمعش شيوخ كتير، ما بنسمعش دروس كتير. اختي مؤمن آل فرعون ما سمعش قصص، لكن الرجل كان عنده حس الاسلامي وحب الدعوه وحريص عليها، بيقول نصايح وبيقول ان هو مكان موسى مع انه ما عندوش كل المؤهلات، لكن الرجل كان قارئ للتاريخ وقارئ للسير السابقه وبيحب دينه وبيحب الاسلام وبيحب عقيدته. بيقول لهم ايه كمان؟ يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. هذا الكلام مهم. بقول لهم أنا بندعوكم لإيه؟ للنجاة، وأنتم بتدعوني لإيه؟ للنار. بقى أنا خايف عليكم، مش عاوز تسمعوا كلامي. ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. إخواننا لما تتكلم مع أي حد أمريكي أو واحد مش مسلم، كلمهم بحكم المنطق والعقل قبل النقل وقبل القرآن والسنة. كان يوم العقل المنطق، أنا بدعوك للجنة تدعونني للنار لماذا؟ ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. في النهاية لم يجد حيلة، ما سمعوش كلامه، ما اتبعوش رأيه، قال لهم يا جماعة خلاص أعلن المفارقة بينه وبينهم. قال فستذكرون ما أقول لكم، هيجي يوم تفتكروا الكلام ده، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا عمل إيه؟ الآية اللي بعدها فوقاه الله سيئات ما مكروا، ربنا دفع عنه وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. عاوز تقول باختصار قصة مؤمن آل فرعون المختصرة أن هذا الرجل الذي أسلم وآمن بموسى عليه السلام علم معلومات قليلة من موسى، خذها وتحرك بها وبدأ ينشر بها الإسلام وينشر بها الدين ويدافع بها عن العقيدة وعن التوحيد. ده دور كل واحد فينا، وأنت ماشي بالشارع وانت راكب سيارتك وانت في الشغل في وسط امريكان وانت في الدنك الدونت وانت مش عارف في الفيجا وانت مش عارف في الكونستراكشن وانت في اي مكان، خليك انت مؤمن آل فرعون اللي بيكتب ايمانك لكن وصل الرساله صح. الناس فاهمين الاسلام غلط وفاهمين الاسلام بتاعنا ان الدين بتاعنا كله فعلا في الاسلام يقول لك قابل لازم والظواهري وناين ليفن والله اعلم ناين ليفن وكلام عارفين اللي عملها وقصه تعبانه وكلام فاضي. اسلامنا مش كده. إسلامنا هو دعوة السلام ودعوة الأمان، هو الذي حرر الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. إسلامنا هو الذي قال لا إكرام في الدين. إسلامنا دين عظيم بس يا خسارة مش لاقي مسلمين عظماء،
الله يرحمه الرجل الصالح، الكلمة تكتب بماء العين وتكون رخيصة كمان. قال يا له من دين لو أن له رجال، والله العظيم يا له من دين لو أن له رجال. أصحاب الباطل بيعرفوا يدفعوا عن باطلهم كويس، وأصحاب الحلال يعرفوا يدفعوا عن حلالهم كويس، وأصحاب الدين مش عارفين حاجة عن الدين. طب ليه مش عارف عن دين؟ أنا ما درستش في الأزهر، مش حد يعرف غير اللي درس الأزهر. صلى الله ما درستش لغة عربية، ما تنفعوش دين إلا بالعربي. لكن تعرف قدر المستطاع من دينك تدافع عن دينك وعن إسلامك. يا له من دين لو أن له رجال. الإسلام قضية عظيمة بس يخسر، الإسلام قضية رابحة لكن يخسر المحامي اللي ماسك الملف، محامي فاشل، محامي كسول، مش عاوز يقرأ القضية بتاعته. بص في قضيتك افتحها، شوف ايه اللي فيها، اسأل، تابع، ادخل على النت، اسأل المشايخ، احضر دروس العلم، اعرف دينك عشان تستطيع انك تنشره كما نشره مؤمن آل فرعون. اختم واقول كلمة مؤمن آل فرعون: فستذكرون ما اقول لكم، فستذكرون ما اقول لكم، وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. انا بطلعت امانه من عنقي، بحصار اعناقكم، كل واحد مسؤول عن هذا الدين امام الله سبحانه وتعالى. الامريكان في الشارع ما بيشوفوش شيء، لكن بيشوفك انت، انت اللي معاك في كل مكان، وانت صوره الاسلام. ان احسنت ظهر الاسلام حسنا، وان اسات ظهر الاسلام بغير ذلك. اسال الله العلي القدير ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله
الله أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي
وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيلا رشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار الله سمع الله لمن حمده الله 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 السلام عليكم ورحمة الله وتدعونني إلى النار
تدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى
وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد أولا وآخرا، ولك الحمد ظاهرا وباطنا، ولك الحمد أبدا أبدا. اللهم صل على نبينا في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في كل وقت وحين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا، علمنا منه ما جهلنا، ذكرنا منه ما نسينا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرف القرآن، وأغننا بغنى القرآن،
واجعلنا وأهلنا وذوينا من أهل القرآن. اللهم شفع فينا القرآن والصيام، وشفع فيها خير الأمان. اللهم اجمعنا مع نبينا في الفردوس الأعلى. اللهم كما آمنا به ولم نره اجمعنا به في مستقر رحمتك. اللهم ارزقنا زيارته، اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم اوردنا حوضه، واسقنا بيده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم تقبل صيامنا، وتقبل قيامنا، وتقبل ركوعنا، وتقبل سجودنا، وتقبل زكاتنا، وتقبل اعتكافنا، وتقبل اعتكافنا، وتقبل دعاءنا، وتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم لا تردنا في ليلتنا هذه خائبين، ولا عن باب عفوك مطرودين. اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن باب رحمتك مطرودين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أخطأنا وما لم نخطئ به يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقك يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم بلغنا ثوابها، وبلغنا أجرها، وبلغنا عفوها، وبلغنا فضلها، وبلغنا عفوها. اللهم اشف بها مرضانا، اللهم اشف بليلة القدر مرضانا، وارحم بها موتانا، وارحم بها موتانا، واصلح بها أحياءنا، اصلح بها أحياءنا، وتول بها أمرنا، وتول بها أمرنا، واستر بها عوراتنا، واستر بها عوراتنا، ويستر بها أرزاقنا، ويسر بها أمورنا، وأحسن فيها خلاصنا، وأحسن فيها خلاصنا، وأحسن بها خاتمتنا. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، واقبضنا موحدين، غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك في ليلتنا هذه أن تحفظ دماء المسلمين. اللهم احفظ دماء إخواننا المسلمين في بورما وسوريا وفلسطين، وفي كل بلد من بلاد المسلمين. اللهم احفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا، اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا. اللهم اجعل معونتك العظمى لهم سندا، اللهم اجعل معونتك العظمى لهم سندا. اللهم لا تسلط علينا ولا على المسلمين من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، وارفع مقتك وغضبك عن بلادنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، وحكم فينا من يقيم فينا شريعتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. خبر الله عليكم إن شاء الله أخوانا صلاة التهجد تريك معك إن شاء الله. تهجد بريه إن شاء الله تريك معك إن شاء الله. صلاة التهجد إن شاء الله تريك معك إن شاء الله. Thank you.